مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم دردشة مع مروة. زي ما عودناكم مواضيعنا دايما شيقة، وإحنا رمضان خلص والعيد جاي علينا، كل سنة وانتم طيبين. فاسمحوا لي النهاردة هتكلم عن الجمال. كلنا بنحب يبقى شكلنا حلو في العيد، وبالذات السيدات. عن الجمال في العيد وأحدث صيحات الموضة والميك اب والشعر وكمان المحجبات، ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده. بس اسمحوا لي في بادئ الامر ارحب بضيفتنا العزيزه خبيره التجميل داليا الهلاوي. رحب بيك يا استاذه داليا. ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. النهارده بقى عايزين الحلقه النهارده، العيد جاي علينا، كل سنه وانتم طيبين واعزائنا المشاهدين طيبين. النهارده بقى عايزين نعرف احدث الصيحات اللي ممكن نعملها في العيد، عشان احنا كلنا بنحب نبقى حلوين قوي في العيد. بقى بما ان احنا داخلين على الصيف، معروف طبعا ان الصيف معروف بالالوان، الفوشيا بقى والليموني والالوان الصيف. الصيف عامه بيحب الالوان. في طب بس هستأذنك بس استاذه داليا، اسفه لقطع كلام حضرتك، هنطلع بس فاصل وهنرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهارده معانا خبيره التجميل داليا الهلاوي، وهنتكلم عن الميك اب وصيحات الميك اب والشعر واللوك اللي في العيد، عشان كلنا بنحب نبقى حلوين في العيد. برحب بيك يا استاذه داليا. اهلا بيك يا مروه. عايزه اعرف احدث صيحات الميك اب في العيد. زي ما قلت لك، الميك اب في الصيف احنا بنعتمد، بيبقى لبسنا كله الوان، فبنات بتحتار قوي يعني في موضوع الالوان ده. يعني بس تلاقي مثلا لابسه فوشيا، بتبقى في تكنيكالر بقى كده، بتشوفي فيه الوان بقى، ممكن ليموني في اصفر في اخضر في مش عارفه ايه الالوان أورانج. بتاعت البعض، اورنج، الوان تبقى يعني صارخه قوي يعني في الصيف. طب بنات كتير قوي بتيجي تسالني تقول لي طيب انا اعمل يعني انا فستاني كله الوان اعمل ايه؟ تمام، هي فساتين الخطوبه بقى. طبعا ان كل المناسبات اصلا بتبقى في العيد بالظبط. يعني بتلاقي الالوان الكتيره دي بتخلي البنات تحتار. فانا بفضل يعني لما بيكون الالوان كتيره قوي بنعتمد ان احنا ناخد نختار لون واحد بس من يعني مثلا زي مثلا اللون الاورنج، يعني ممكن ناخد الاورنج الخفيف قوي اللي هو السيمون الهادي ده، ممكن احط ابطن بيه الجفن واستخدم اي لاينر. ما ينفعش ان انا ادمج بقى اكتر من لون، اعمل مثلا يعني لوكات عيون قويه قوي مع الوان كتير، عشان ما احسش ان الدنيا ايه يعني بقت كتير قوي. يعني واصلا ميك اب بالنهار اصلا غير ميك اب بالليل، والناس لا. بتحب تاخد العيد من اوله من اول اليوم، لا فممكن والله، يبقى بالنهار برضه. بصي في برضه ناس يا مروه بتحب لوكات العيون قوي، تمام، فبس ما بتبقاش فاهمه هي توظفها في اي وقت. تمام. يعني احنا دايما بحس ان لوكات العيون اللي هي القويه قوي دي دخاني او سموكي او كات اي، الحاجات الصعبه دي قوي بتبقى عايزه مناسبات، بتبقى عايزه اللبس بتاعك يبقى سامبل قوي، يعني يبقى لبسك هادي بحيث انك انت جايه بتبرزي نفسك بالميك اب اكتر. تمام. فاهمه؟ على عكس الوان النهار لما ببقى لابسه فستان فيه الوان وكده اهدي الدنيا خالص، وبستخدم اي لاينر وبلعب بقى بالوان الروج، يعني ممكن بقى باخد من اللبس بتاعي اقرب حاجه للفستان اللي انا لابساه. تمام. طيب احنا زي ما قلت احنا داخلين على عيد، طيب انا بقى عايزه اعمل حاجه جديده في العيد بالنسبه لضوافري، بالنسبه لشعري، بالنسبه لي لو كنت محجبه، بالنسبه للميك اب، بالنسبه للحواجب، للرموش، ايه الجديد اللي انا ممكن اعمله ويبان حاجه جديده عاملاها كده نيو لوك في العيد؟ يعني بصي هقول لك حاجه، يعني اول حاجه الستات كتير قوي بتبقى في فتره رمضان دي بتبقى مضغوطه في المطبخ، اكيد ضغطه المطبخ دي عايزه اقول لك اكتر حاجه بتهلك البشره. انت معوده بشرتك تخيلي بقى 30 يوم فطار وسحور في المطبخ، زائد بقى الفترة الأخيرة العشر أيام الأخيرة بتاعت رمضان دي بيحصل بقى فيها إيه، بعد ما إحنا بقى وشينا بقى معرضين للحرارة دي بيحصل إيه بقى، التنظيف، تنظيف تمام. البيوت بقى، وتلاقي العفار ومش عارفة إيه. فأول حاجة هنبدأ بيها إن أنا يعني إن أنا بقى أنظف بشرتي بقى من اللي حصل ده كله بقى إيه،
طول ال... طب هو تنظيف البشره ده حضرتك تعمليه عندك في السنتر؟ عندنا يعني في افتتاح جديد لسنتر داليا الهلاوي. طب احنا الجمعه اللي فاتت بالظبط كده، وهننزل بالعنوان ورقم التليفون على الشاشه عشان كل الناس ان شاء الله يعني تجرب مع حضرتك ان شاء الله. فحضرتك بقى تعملي تنظيف البشره ده. تنظيف البشره بقى هم ما يشيلوش هم خالص. انا مش هقول لهم هم يعملوا، انتوا تجولي في السنتر واحنا بقى نتعامل. لا لا لا، بس احنا برضه عايزين نمدي الناس بمعلومات، يعني نقول كده برضه معلومات للناس اللي في البيت ومعلومات أنا للناس الحديثه يعني، بس احنا عشان يقولي برضه. بس بصي هقول لك، تنظيف البشره يعني احنا زي ما قلنا احنا مش هنصعب الدنيا على بعضينا. يعني اهم حاجه ان احنا في مرحله، اول مرحله في مراحل تنظيف البشره، ان احنا لازم نعرض وشنا للبخار. هنعرض وشنا للبخار بقطنه نظيفه، هنبدا نمسح بقى ونبدا نخرج الدهون والمسام السوداء والبثور السوداء اللي تحت الجلد والحاجات دي. الحاجات دي بتخرج امتى؟ لما بنعرض الوش للبخار بقى، زي ما قلت لك اقل الامكانيات عندك في البيت. لو هتجيبي حاجه حله صغيره ترفعيها على النار تعرضي وشك على البخار، لو عندك جهاز البخار في البيت، عن اي حاجه. لو انت مثلا زي مثلا بتاخدي الحمام بتاعك. هو بمناسبه البخار يعني احنا برضو في صور وفيديو للسنتر سيما. سيما عندي غرفه سيما بخار، والمكان بتاع حضرتك برضو بنعمل حمامات مغربي وبنعمل جلسات توريد للبشره وبادي كير ومانيكير وكل بقى كل ما يخص بقى. حضرتك بقى عامله اقسام يعني مثلا كل قسم دي حاجه معينه او كده؟ طبعا عندي اقسام. والميزه بقى يا مروه بقى اللي عندي في المكان، ان انا ما عنديش يعني الستاف كله بنات. والمكان يعني ما شاء الله تحفه تحفه، والديكوريشن والحاجات كلها تقريبا يعني كالصور نازله والفيديوهات يعني ما شاء الله جميل جدا. عايزه يعني اقول لك حاجه، يعني في كتير قوي من البنات او الستات المتزوجات يعني بيبقى مشكلتهم ان هم يروحوا مكان عشان بيبقوا محجبات، وان مثلا اللي بيشتغل فيه يكون راجل او ولد، فدي بتقابلهم مشكله كتير. فانا بقى كنت نفسي، انا نفسي اصلا من الاول اعمل مكان ستاف من اول لاخره بنات، احنا كلنا ستات بنتعامل مع بعض. لا بس هو يعني بدون تحيز، هو يعني الرجال بيبقوا شاطرين في بعض حاجات، يعني في ناس قادره كوافير الراجل عن الكوافير الست. اوكي برضو، بس انت عارفه المحجبه يعني ما ينفعش ان انا اكون محجبه. لا محجبه طبعا مش هينفع والمكان يبقى فيه ولد مثلا هو اللي يعمل لي شعري وكده. فانا يعني تعمدت ان طبعا بما اني انا محجبه بقى فمتحيزه للمحجبات. طبعا اكيد طبعا انا اني ست فحيدك، فانا متحيزه للستات. فطبعا بما اني محجبه فحبيت ان المكان يبقى اكتر للمحجبات. يعني مش معنى كده ان انا ما بشتغلش لغير المحجبات، لا بنعمل لغير المحجبات، بس برضو الطقم اللي هيشتغل معاكي بنات اكيد. برغم ان انا عارفه ان في برضو تحيز اكتر، ان يعني الراجل في الشعر بيبقى احسن، بس معلش بقى ما يمنعش ان احنا نعتمد على بعضنا. يعني نحاول نتنافس بقى، يعني التنافس في الخير حلو، مين احسن مش مشكله، المهم نطلع احسن شغل. بس برضو البنات برضو يعني بيعرفوا برضو يعملوا شعر. اكيد 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 طبعا اكيد. طيب يعني انا عايزه اعرف برضو، لو انا رايحه مركز تجميل يعني بعيدا بقى عن المركز بتاع حضرتك تماما، ازاي اختار مركز التجميل اللي انا رايحاه بعنايه؟ يعني ايه المميزات اللي ممكن تميز اي سنتر عشان اروحه والجا له، هو احس ان هو بروفيشنال وممكن يعمل لي كل حاجه انا عايزاها؟ اول حاجه انا هكلمك بقى عني انا، يعني انا مثلا قبل ما افتح اول حاجه بتلفت نظري لاي مكان انا بخشه، نظافه المكان، الادوات اللي بيستخدموها، بشوف يعني مثلا عامه اي واحده هتروح مثلا لو هتعمل باديكير لرجليها او هتعمل باديكير ايدين، خدي الادوات بتاعتك، يعني ما تعرضيش نفسك ان انت تجربي ادوات، حتى لو اجهزه التعقيم دي بتعقم بس مش بتقيقي يعني 100% من الامراض. يعني انت احنا بنعمل تعقيم، بس انت خدي حاجتك ايه، يعني مثلا ادوات الباديكير مثلا بالظبط حاجتك اللي انت بتستخدميها. بقول لك حتى لو هتخشي ستيم وبخار خدي الفوطه الخاصه بيكي. يعني اي مكان انت هتخشيه طبعا لازم اللي بيتعامل معاكي بتعملي تنظيف بشره او حاجه لازم نبقى لابسين جلافزات، لازم يعني التعرض لاستعمالك يعني وانت بتتعاملي مع البشره لازم تبقى الايد معزوله عن الوش، انت فتحتي المسام فما ينفعش اشتغل معاكي بايديا. لازم طبعا المكان يبقى نظيف يا مروه، يعني مش هكلمك بقى عن انت اكتر واحده عارفه، انت اكتر واحده بتروحي. يعني انا والله يعني انا فعلا مع الموضوع ده جدا، لان حتى موضوع التعقيم والكلام ده حتى يعني الفتره الاخيره كان الامراض والكلام
الكلام ده بالظبط يا صعب. وكمان الماسكات المفروض تتلبس لو عنده برد، لو كانت في بالزبط. فتره يعني الكورونا كان برضو الناس فيه لازم الماسكات والكلام هي ده. هي المفروض الحاجات دي تبقى بشكل اساسي موجوده بالزبط. في اي مكان بقى، سواء بصي في كورونا ما فيش كورونا، انت بتحافظي على نفسك وبتحافظي على العميل اللي انت بتشتغلي معاه. اكيد اكيد بالظبط يعني. طيب هل في فرق ما بين النيو لوك اللي هتعمله بشعرها عن النيو لوك اللي هتعمله المحجبه؟ يعني في مثلا يعني في نيو لوك جديد ممكن يبقى للمحجبه برضو يظهرها زي اللي عندها فرصه وهي بشعرها؟ بصي العروسه اللي بشعرها والعروسه المحجبه، بنحس ان العروسه اللي هي بتبقى بشعرها يعني، حتى الناس يقولوا لك يعني بتبقى جميله بزياده، فاهمه يعني شعرها بقى معمول لها تسريحه حلوه، فبتحس ان العروسه مجرد ما هي بتعمل بس تسريحه في الشعر طيب. بالظبط ايوه. المشكله بقى معانا بتبقى اكتر ان انت عايزه تبرزي المحجبه. يعني النقط بقى دي بنستخدمها في ايه؟ بنلعب في طرحه العروسه. طب احنا معانا على الهوا النهارده طرحه. ايوه طيب يلا يا استاذه داليا. اوكي احنا النهارده معانا الموديل هي محجبه المفروض هي المفروض ان هي محجبه، بس احنا مش هنعمل لفه طرحه يعني، احنا بس هقول لك اللي ممكن يتعمل مع العروسه المحجبه واختياراتنا للاكسسوارز بنختارها ازاي للعروسه المحجبه يعني. تمام. الاكسسوارز بتختلف من المحجبه عن غير المحجبه؟ بصي لا هي ما بتختلفش كتير يعني، هي بتختلف بس في مسمى يعني. مثلا عندي هنا القطع دي يعني اكيد الكاميرا هتجيبها دلوقتي. القطعه دي مثلا زي الهيربيس لو استخدمتها على الشعر، بس ما هيربيس بقت لمين؟ ممكن نثبت بس ايدينا كده عشان بالظبط. لو استخدمتها على الشعر بقت هيربيس. هيربيس هير يعني شعر. يعني هتتحط فين؟ على الشعر. على الشعر اوكي. على عكس بقى هستخدمها مع المحجبه بقى اسمها هيد بيس. بقت ايه؟ يعني قطعه بنزين بيها الرأس. هي فرقت من هير لهيد. ايوه لكن هم في استخداماتهم انت بتوظفيهم على حسب بقى ايه. عروسه عامله تسريحه هتستخدمي معاها دي مفيش مشكله. محجبه هتستخدمي برده مع. طب انا شايفه في حاجات تانية برده حلوه قوي برده. عندي برده في التاج، في التاج اللي هو بيبقى الواقف ده كده، ده برده ينفع للمحجبه وغير المحجبه؟ ينفع محجبه وينفع غير محجبه. تمام. وده الاستخدام وده الاستخدام عشان بس نبقى فاهمين. وفي برده عندي برده بتبقى حاجه زي كده، هو زي الهيربيس يعني. بصي مستخدمين برده في ايه؟ اللولي وكده، بس على شكل التاج واقف زي التاج يعني. بصي هو ما بيبقاش نايم عشان في تبع راس بتبقى حبه اللولي مع الاستراس وكده، وفي نفس الوقت مش حبه شكل التاج التقليدي. تمام. اللي هو انا عايزه حاجه تبقى عاليه عن الراس بس في نفس الوقت ايه عايزه شغل لولي وعايزه الشغل اللي هو الجديد ده. اوكي تمام. الفرق بقى ما بين ان انا هستخدم تاج او ان انا هستخدم هير بيس، اولا الموضوع ده بيختلف من عروسه للتانيه يعني. في عروسه ممكن بتبقى جايه هي اصلا محدده اختياراتها، ممكن ما تاخدش التاج اصلا من عندي، فتيجي تقول لي يا داليا مثلا انا عايزه احط الهيربيس دي. طب لو هي جت بقى سابت لي الاختيار، هفكر بقى معاها. اولا بسالها سؤالين، اول حاجه بقول لها عريسك اطول منك ولا انتوا الاثنين في نفس الطول؟ هو التاج بيفرق في الطول بيطول طبعا. ولو هي كمان طويله يعني، افترضنا مثلا عروسه ما ينفعش بقى طويله تحط التاج الواقف ده بالظبط يعني. مش هينفع يعني مثلا انا جاي لي عروسه مثلا طولها مثلا في يعني 170 فيما فوق يعني، في عروسه مثلا تلاقي طولها كده عامل زي الموديل، هاجي هحط لها تاج طولتها بزياده. فانا بقى لو العريس قصير، لو العريس قصير بالظبط. في عروسه ممكن بتحب تلبس الشوز يبقى عالي شويه، فيعني لو الشوز هيعليها فانا يعني. بصي انت بقى في لازم اسئله دي تساليها للعروسه يعني، انت دلوقتي عريسك اطول منك، طب انت طويله، طب انت قصيره، طب انت حابه ايه؟ العروسه نفسها في ممكن يعني في تاج ممكن ياخد وش العروسه وهي وشها صغير. تمام. بس احنا عايزين بقى نبتدي كده مع تمام نشوف هتعمل لنا ايه النهارده. بصي يعني احنا دلوقتي هوريكي استخدام ايه اللي بيفرق ده عن ده في استخدامه يعني. دلوقتي مثلا احنا دلوقتي هنحط هيد بيس. طب هي هتحط لها ايه المناسب معاها؟ هي بصي وشها صغنن، الانسب معاه بصي يعني لو هي هتلف الطرحه مثلا بالشكل ده اللي ورا
يعني هلفها ورا تركي اللي ورا زي الاسبانيش واللفات اللي هي الورا دي، هيمشي معاها ده وهيمشي معاها ده، تمام؟ على عكس بقى لو لفت الحجاب اللي هي اللفه التركي بقى اللي هي بتبقى جايه على الوش دي، يستحسن استخدم معاها يعني الواقفه، الحاجه الواقفه بالظبط. لا مش الحاجه الواقفه، الحاجه النايمه، الحاجه النايمه لو هي محجبه عادي، عشان ادور وشها بزياده لان هي وش الموديل هنا معناها صغيره. طب تمام حضرتك بقى، تمام هنختار لها يعني اي تاج بقى. بصي احنا ايه هنحط، انا هجرب لك كل اتجاهين وانت يعني هي نفسك هتحط دلوقتي كله. يعني هل بقى اختيار التاج بيبقى حسب تدويره الوش كمان؟ لو الوش طويل ما بيفضلش حاجه واقفه صح يعني كده؟ يعني بصي دلوقتي يعني بصي هنجيب مثلا هنحط دي كده وهوريكي وانا حاطه فوقيها ايه، وانا حاطه فوقيها تاج مثلا هوريكي التاج اللي واقف بيبقى عامل ازاي. واو بصي ده كده مع التاج الواقف، لا تحفه على فكره. انت حاسه ان هو واخد حاجه من وشها؟ لا 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 بالعكس، جميل قوي. انت اسمك ايه؟ زينب. اهلا وسهلا بيكي يا زينب. بصي احنا كده حطينا ده اللي هو التاج الواقف. ما بقول لك هو على حسب ذوق العروسه، هي عايزه ايه وهي عايزه تختار ايه. طب عايزين نجرب الباقي بقى. بصي بقى لو حطينا تاج، بصي انا معايا يعني معايا كذا شكل يعني عشان تتفرجي وتشوفي. ده بقى التاج اللي هو بشكل التاج وفي نفس الوقت من الماتيريال بتاعه اللي هو بتاع ايه، ممكن نقرب كده. بس ده يعني مش واقف قوي ولا هو بينام؟ لا لا ده طالع تريندي قوي وموضه وكل البنات بتسال عليه. بصي ده حلوه تمام. ده برضو التاج ده برضو ايه يعني بيمشي مع، بس بيمشي اكتر مع الغير محجبه. ما انا عايزه اقول لك يعني يعني مثلا بيبقى بقى فيه شعر وكده فبيبقى عايز فوليوم شعر وراه فبيرجع ده بقى، هو اصلا عامل فوليوم فلما يبقى معاه فوليوم الشعر ده اكتر بيناسب العروسه الغير محجبه. بس ساعات في عروسه بتبقى حابه بوظفه لها برضو وبحطه لها لو هي حابه تحطه. تمام. في عندنا القطعه اللي هي بتبقى اللي انت قلتي بقى اللي بتحط على الشعر مباشره دي بقى انا اكتر حاجه بحسها ملائمه جدا للمحجبات. ليه؟ لان بحس فيها الشغل لو سيمبل قوي يعني لذيذه سيمبل وفي نفس بصي لا جميله قوي على فكره فعلا احلى حاجه فيهم فعلاً. انا بقى انا بعشق بقى الهيد بيس بقى النايم ده اكتر حاجه بحبها قوي للعروسه المحجبه. الهيد يعني بيس او الهير بيس، الهير بيس للهير بيس للشعر ولو استخدمناه مع المحجبه بقى اسمه هيد بيس. تمام. بصي مع يمشي محجبه ويمشي غير محجبه وممكن تقربيه يعني بصي لا جميل قوي فكره التقريب دي برضو يعني بصي تحفه. انا طبعا مش هينفع اثبت لان انا ايه بنجرب احنا ايه بوريكي الاشكال. هو بيتثبت بايه بقى، بنس ولا دبابيس ولا ايه؟ لو على الشعر هنثبت ببنس، لو كده دبابيس. لو كده دبابيس احنا بنبقى حاطين البندانة كويس بنبقى يعني مثبتين البندانة كويس بدبابيس و وبعد كده بقى بن ايه بنروح مثبتين بقى بالدبابيس بقى على ده بقى تاني. بصي واو لا ده تحفه ده. ممكن برضو تقرب عشان انا اشوف. بس ده برضو بينفع الغير محجب. لا جميل قوي على فكره، ده رقيق قوي يعني ده سيمبل جدا جدا. طب هل الاكسسوارز بقى بيختلف؟ يعني الاكسسوارز بقى بتاع العروسه المحجبه غير الاكسسوارز بتاع العروسه اللي بشعرها؟ طبعا اللي بشعرها بيتفضل لها السيمبل والمحجبه بقى هي ممكن اللي تحط. هجي لك دلوقتي، احنا نخلي بس ده اخر حاجه كده نحطه ونيجي نكمل كلام. تمام حلو ده قوي كده، خليها بقى كده. خليها كده بقى لحد الاخر. اجي اتفضلي اقعدي. يعني دلوقتي مثلا مع التاج اللي هي حاطاه ده هل بيفضل بقى الاكسسوارز ايه؟ هل هي عشان محجبه بقى ممكن نحط سيمبل ولا ممكن بقى يبقى الاكسسوارز اعلى من كده برضو؟ حلق كبير مثلا، الكوليه كبير. بصي بتفرق يعني لو محجبه طبعا مش هتحتاج ولا كوليه، ولو هتعمل مثلا ولو محجبه نص حجاب زي كده يبقى ما دام التاج عالي وفي شغل يبقى هنخفف بناخد من نفس يعني من نفس يعني الاكسسوارز دلوقتي انا عايزه افهم بيبقى حسب التاج ولا حسب هي محجبه ولا مش محجبه؟ لا على حسب التاج. الاكسسوارز على حسب التاج وعلى حسب هي محجبه ولا مش محجبه. لان هي دلوقتي بصي ما هو في دلوقتي في الحجاب في لفتين، في لفه اسمها نص حجاب
نص حجاب اللي هي بتبقى بالظبط اللي هي بتبقى حاجه زي كده وبتبقى نص نص الشعر باين وفي بقى الحجاب اللي هو الكامل اللي هو بتلف لفه الحجاب بتاعتك دي مش ولا هتحتاجي فيها حلق ولا هتحتاجي فيها ال لا ما فيهاش حلق لان اصلا الودن مدريه بالظبط من طب لو لفت نص حجاب يبقى اكيد لازم محتاجه مع الطرحه مع التاج لازم بتحتاج طبعا الحلق الحلق بقى بنختاره ازاي بناء على شكل التاج على التاج بتختاري مثلا من نفس الاستراس بتاع التاج بتجيبي الحلق بتاعه يبقى لازم يبقى شبهه بس لو طب لو التاج قوي وكبير تصغري طبعا الحلق يعني ما يبقاش تاج كبير وحلق كبير ف يعني يبقى اوفر بيبقى الدنيا اوفر قوي بتختلف برضو من الواحده اللي بشعرها اللي هي رافعه شعرها او رافعه جزء من شعرها واللي منزله شعرها بتقريبا بتختلف حسب التسريحه بتاعت الشعر ده بالنسبه لغير المحجبه بصي هو غير المحجبه لو اعتمدت عملت الشعر بتاعها حاجه قويه ممكن بتعوض يعني فاهمه بايه باكسسوارز حاجه خفيفه بسيطة قوي انما بستخدم التاج الملكي او الحاجه الكبيره قوي مع العروسه اللي هي الزفاف لما بكون لما الشعر بتاخدي بالك ان دايما العرايس اللي بتبقى عامله الفورم اللي هي وحاطه التاج الملكي ده بتبقى الفورمه حاجه بسيطه سيمبل قوي حاجه ساقطه كده بتبقى نازله مش باين تفاصيل الفورمه على قد ما باين التاج بتاعها بيبقى الشغل بقى كله ميك اب وتاج وطرحه الشعر ما بيبقاش تفاصيله باينه قوي في اللي هو مع التاج الملكي تمام طب في عرايس بتطلب ميك اب خفيف اللي هو عايزه ميك اب عادي ما بتقولكيش عايزه ميك اب سواريه او ميك اب فرح ده منتشر جدا الفتره دي هل الموضوع ده صحيح وازاي يعني ايه ميك اب عادي يعني مش بتبقى عايزه الميك اب بتاع سواريه عايزه تحطي لها ميك اب عادي جدا تبقى عشان تبان طبيعيه اكتر النو ميك اب ايوه بالظبط كده لا في عرايس فعلا بتطلب النو ميك اب ده بس لو انا وافقت العروسه بحاول اخلي بقى الاكسسوارز بقى ولفه الطرحه دي بتاعتي انا يعني وبرده لو محجبه ولو قصدي غير محجبه ممكن غير محجبه او محجبه النو ميك اب خلاص ما دام انت هديتي بقى ميك اب يبقى بقى نبرز نفسنا بالفستان وبالتاج والطرحه اللي انا هعملها لاني مش هيبقى مهديه الميك اب وحاطه اكسسوارات خفيفه خالص ما فيش فيعني فاهم هي الموضوع لازم يبقى في حاجه برده باينه عروسه بصي يعني. يا مروه موضوع العروسه ده بيبقى نسبه وتناسب يعني مثلا حتى في الميك اب يعني انا لو جيت حطيت رسمت لوك عين قوي 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 ينفع قوي الروج لا طبعا ما دام اشتغلت على العين شغل قوي قوي اهدي الروج طب عايزه احط روج صارخ يبقى اهدي لوك العين تمام الموضوع يعني ما ينفعش ان انا من كل النواحي فاهمه هنا كتير وهنا كتير طب مثلا تجي لي واحده في السواريه لابسه فستان كله ستراس او مشغول او فستان كله ترتر اللي هو قشر السمك الحاجات دي تمام احنا بس عشان وقت البرنامج للاسف احنا عايزين نعلن عن الفايزه في المسابقه احنا كنا عاملين المسابقه واللي فاز سؤال ايه الفرق ما بين التون والتون والاندر تون وكان الاجابه ايه برضو حضرتك تقوليها كانت الاجابه اللي احنا قلنا التون ان هو اللون بسم الله احنا مش عارفين الاجابه واحنا عايزين السؤال لا اصل انت بتساليني في سؤال الحلقه اللي فاتت التون والاندر تون التون هو اللون اللي بيبقى الخارجي للبشره اللي هو ان انا بقول انا لوني ابيض او لوني انا سمراء او الاندر تون بقى دي اللي هو الدرجه الانعكاسيه اللي بتبقى تحت الحمار بيضه بصفار اللي انا بحددها من هنا اللي بنحددها من خلال الاورده برافو عليكي المفروض انت اللي تاخدي الهديه انا عايزه الهديه بقى وقلنا ان احنا ان شاء الله والله كانت يعني وقت جميل جدا اسمها بقى بسرعه اسمها اسماء عزوز كسبت معانا الميك اب خطوبه ان شاء الله تطلع من عندي من السنتر وان شاء الله نحدد الميعاد مع بعض ان شاء الله كانت حلقه جميله جدا وشيقه يا استاذه داليا ونورتيني والموديل نورتني وكانت زي القمر اعزائي المشاهدين نلتقي في حلقه جديده ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته